أهلا بكم إلى جولة جديدة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم، ونستهلها من يومية المساء. تعليمات من الداخلية لتسريع عملية التلقيح، وكتبت: تسابق وزارة الصحة والداخلية الزمن لتحقيق المناعة الجماعية ومواجهة خطر انتكاسة وبائية. اتصدرت تعليمات بشأن تسريع عملية التلقيح في مختلف مناطق وتراب بلادنا. ووجهت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال دورية مستعجلة إلى ممثلي القطاع الصحي والفاعلين المدنيين في كل الأقاليم لحضور اجتماع يهم عملية تسريع اللقاح بعد الوضع الوبائي المقلق. إلى جريدة اليوم المغربية التي عنونت: كوفيد-19، الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة ستؤتي أكلها خلال أسبوعين. وفي التفاصيل نقرأ: أفاد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المعاد المرابط بأن الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة في إطار التصدي لجائحة كورونا والتي دخلت حيز التطبيق منذ الجمعة الماضي، أفاد أنها ستؤتي أكلها خلال أسبوعين، مؤكدا أن المنظومة الصحية الوطنية لا تزال صامدة في مواجهة الانتكاسة الوبائية الجديدة التي يعيشها المغرب. ونختم من جريدة الأحداث المغربية وهذا العنوان: افتتاح 30 مليون حساب بنكي مع متم سنة 2020. وفي التفاصيل نقرأ: أكدت معطيات صادرة عن بنك المغرب عن إحراز المملكة لتطورات لافتة في مجال الاستبناك. وحسب المعطيات الإحصائية التي توصلت بها الجريدة من بنك المغرب، فقد أحصى هذا الأخير 30 مليون حساب بنكي مفتوح مع متم دجنبر 2020، وذلك بارتفاع نسبته 5.2% بالمقارنة مع سنة 2019.